سام بنات ما تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان اقترحت عليكم روتين ديالي العنايه بالبشره في الصباح وفي الليل باسكو بزاف البنات طلبوا ليا. هنا غادي نبدا لكم بلا روتين سوار. اول حاجه كنديرها هي كندي ماكي سا ديبون كل مره اش من برودوي، ولكن غالبا كنستعمل هذا حيت كنكون دايره ماسكارا وايلاينر ووتر بروف. هذا كيحيد فريمون كلشي فيت في، يمكن لكم تعوضوه بالويلد كوكو سي لا ميم شوز. انا فاش كيتقاد ليا وبما شريته كنستعمل زيت ديال جوز الهند كتعطي نفس النتيجه. كنفروتي به مزيان عينيا نحيد منه ماسكارا وجهي، ومن بعد كنغسلو بالماء. تقدروا تمسحوا بدي كوطون، ما جسي انني نقص من الاستعمال ديال لي كوطون. دونك كنغسلو بالماء مزيان وكنمسح مابو، ومن بعد كنجي كنغسلو بهذا لو جيل نيتوايون لي فريمون تري تري دو بور لا بو، لي كنستعملو منين ولات لا بو ديالي عاديه ما بقاتش جافه. سينو كنت كنستعمل بزاف ديال دوك ديال غارني، كنصح بهم بزاف البشره الدهنيه. كنجي نغسل وجهي مزيان ونشفو بالفوطه غير بشويه. كيبان لكم بلي جو فرو تري بيان بلا فلا فيديو، مي هي حيتاش سي اون اكسيليري. كنجي كنابليكي هاد الماسك مي جوست سور لا زون ديال النيف و لو مونطون باسكو هي اللي عندي فيها ان بو دو بوان نوار وبغيت نبوري فيها ان بو. ما نصحكمش بزاف بهذا الماسك، هو مزيان ولكن الفو با الثمن ديالو. هو اللي كنستعمل بور لو مومون، داكشي علاش ما بغيتش نبدلو. مي نصحكم بزاف هذاك ديال غارني اللي في الكحل كينقي بزاف ديك البلاصه. كنجي كنحيدو وكندوز لاخر ايتاب اللي كندير فيها اللي كندير في الروتين ديالي هي زيت ارغان. كنرطب بها وجهي في الليل من بعد ما كنغسل وجهي من البقايا ديال لي ماسك، وفريمون كتعطي واحد الغوندو واعر على لابو من ملي بديت كنستعملها ولاحظت الفرق بزاف 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 بزاف. في الصباح فريمون لا روتين ديالي ما فيهاش غون شوز، كنغسل وجهي كنشفو وكندهن لاكريم ايدغاتونت ديالي اللي هي واحد لاكريم من عند ايف غوشي بلا كامومي. كافياني الترطيب ديالها عادي بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم جافه، نصحكم بشي كريم اللي تكون بلو ريش. مي انا بور لو مومون هادي فريمون كافياني بالنسبه للبشره العاديه. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم. نتسنى الراي ديالكم في التعليقات ونقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. بيزو.